متتبعي قناة شقق فاس، كنرحب بكم في عرض جديد على قناتكم شقق فاس. حنا كنتواجدوا في إقامة من إير بلوس كارت، كيتواجد لاسانسور وكذلك 4 ديال الشقق في كل طابق. المساحة ديال الشقق كتراوح ما بين 92 متر حتى 104، كتواجد مساحة 94 وكذلك كاين 90 متر. الشقق كاينين بواجهتين اوبوزي وكاينين بواجهة واحدة وكذلك بثلاثة ديال الواجهات. نقدم لكم شقة المساحة ديال 94 متر عفوا باش تطلعوا على التصميم وكذلك لافينيسيون ديال الشقق. هذا هو المدخل ديال الشقة. المدخل ديال الشقة كيتواجد الاستقبال عبارة عن صالون وكذلك السجون، تقسيم ديال القبس، لمسة بلدية مخصصة للصالون مجهزة بالسبورت وكذلك بالليد. بالقرب منه كتواجد الجلسة الرومية عبارة عن سيجور كذلك بهذا الديزاين الرومي من ناحية القبس، مجهز كذلك بأضواء عصرية. كيتواجد الانستالاسيون ديال لاكليم في القلب ديال الصالون والإطلالة ديال الصالون على شارع كبير كيفوق العرض ديالو 15 متر. الإطلالة كتكون مشمسة في الفترة المسائية. الأرضية ديال الاستقبال عبارة عن رخام. نشوفوا باقي المرافق ديال الشقة. نشوفوا الغرفة الأولى عبارة عن غرفة ديال الجلوس مفتوحة على بالكون وبإطلالة على شارع ديال 15 متر. الأرضية ديال الغرف عبارة عن زليج وكذلك ديزاين تغيري السامبل. نشوفو المطبخ ديال الشقق. المطابخ مقسمة بالإم دي إف كما كتشوفو بالنسبة للبلاكارات من فوق ديال البوطاجي وكذلك من تحت ديال البوطاجي. البوطاجي عبارة عن جرانيت وكذلك المطابخ مزلجة الحيوطة من الأرض حتى البلافو. كيتواجدو الأكسسوارات اللي كتحتاجهم في المطبخ ديالك بما فيهم لاهوط وكذلك الفرن. نشوفو باقي المرافق ديال الشقة. نشوفو الحمام المخصص للضيوف كيتواجد قريب من الاستقبال. حمام بمساحة كبيرة ومريح كذلك كيتواجدو فيه الأكسسوارات بما فيهم الباسك وكذلك مراية. حمامات مزلجة في الحيوطة من الأرض حتى للبلافو. الثمن ديال الشقق ابتداء من 62 مليون بالنسبة للطبق الأول. بالنسبة للطبق الرابع غيكون الثمن ناقص على الثمن في الطبق الأول. هذه غرفة ديال النوم الرئيسية كيتواجد في القلب ديالها حمام وكذلك كيتواجد في القلب ديالها خزانة من جوج ديال البيبان كوليس. غرفة بمساحة كبيرة وبإطلالة على شارع كبير. الشقة اللي كنتواجدو فيها بجوج ديال الواجهات أوبوزي كذلك كيتواجد هاد الديكور الراس ديال الناموسية كذلك الانستالاسيون ديال لي طابل دو نوي وكذلك الانستالاسيون ديال لاكليم. ديزاين ديال من ناحية الصباغة وكذلك من ناحية القبس طاغي عليه السامبل مجهز كذلك بالليد. هذه الغرفة الثالثة والأخيرة ديال لابختومو. الشقق بثلاثة ديال الغرف. غرفة مجهزة للأطفال كذلك كيتواجد في القلب ديالها هاد الخزانة من جوج ديال البيبان كوليس، التقسيم والتغليف وكذلك ديزاين سامبل من ناحية الصباغة وكذلك من ناحية القبس. والأرضية ديال الغرف عبارة عن زليج. الشقق بمساحات مختلفة ومتوسطة 90 متر 94
ذلك 93، وكذلك كيتواجد المساحه ديال 3 ديال الواجهات 104. بالنسبه للثمن ديال المتر مربع هو 7000 درهم للمتر. ما عليكم غير تزوروا الشقق وتطلعوا على لا فينيسيون. حنا كنتواجدوا قريب من كلينيك الرازي، وكذلك قريب من طريق موزار. تزوروا الشقق بشكل مباشر وتطلعوا على لا فينيسيون، وكذلك المرافق القريبه من الشقق. وما تنساوش تتابعوا الصفحه ديالنا على الفيسبوك، وكذلك الانستغرام شقق فاس، وكذلك القناه ديالنا على اليوتيوب شقق فاس، باش تطلعوا على اجمل العروض وانسب الاثمنه في مدينه فاس. والى اللقاء، الى فيديو جديد، والى شقه جديده على قناتكم شقق فاس.